مستمرين في عمل مخبوزات الأفران لأن هنحتاجها إن شاء الله الفترة الجاية علشان دخول المدارس. كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة وصفتنا عبارة عن قراقيش، قراقيش سادة وقراقيش بعجوة. المكونات دي أو المقدار اللي معانا ده هيبقى لكيلو من الدقيق. أول حاجة هاخد 10 جرام من الخميرة أو معلقة خميرة كبيرة، هحطها في 1/3 كوباية مية أو 1/4 كوباية مية، وعليها 2 معلقة سكر حوالي 30 جرام، وأقلبهم وحطهم على جنب علشان الخميرة تتفاعل. ممكن نستخدم نص مقدار الخميرة، وكمان شوية هقول لكم السبب. هاخد كمان 200 جرام من السمنة، يعني حوالي كوباية بس مش مليانة، ومعاها كمان 1/2 كوباية من الزيت حوالي 100 جرام، وحطهم على النار يسخنوا بس شوية صغيرين. بعد كده عندي كيلو من الدقيق، الكيلو ده حوالي 8 كوبايات من الكوباية المعيارية، واحط عليهم حوالي 3 جرام من الملح، وانزل عليهم بالسمنة والزيت اللي انا سخنتهم. سخنتهم خفيف، ما سخنوش قوي، ممكن كمان استخدم كله سمنة لو حابين. هنا بقى هنعمل زي ما بنعمل كده مع الكحك والقرص المبسوسة، هنبدأ نبس الدقيق مع السمنة لغاية لما تتشرب السمنة والزيت وتبقى كده زي الرمل المندي. وعلشان نسيت اضيف السمسم مع الدقيق والملح في الاول، فانا هضيف حوالي 2 معلقة من السمسم، وسمسم يكون متحمص، وممكن ما تستخدميش سمسم خالص براحتك. هنا خلاص انا بسيت الدقيق والسمنة، بضغط بايدي عامل زي الرمل المندي، وتضغطي تلاقيه مكتل كده، يبقى كده تمام. بعد كده نحط باقي المكونات. عندي خليط الخميرة، هضيف كمان 5 جرام من البيكنج باودر، ونضيف اللبن بالتدريج سواء لبن رايب او لبن فريش. انا بقى بالنسبة للخميرة حطيت 10 جرام من الخميرة، يعني معلقة كبيرة، وكمان 5 جرام من البيكنج باودر، يعني المواد الرافعة هنا حوالي 15 جرام. هنا الجو كان حر قوي، فالمفروض الواحد طالما حر نقلل الخميرة شوية، يعني المفروض تبقى 5 جرام خميرة و5 جرام بيكنج باودر، او تشتغل بسرعة او تشتغل في مكان مش حر. فلو الجو حر ممكن تقلل المقدار، بدل ما يبقى 10 جرام وخمسة جرام او 15 جرام يبقى 10 جرام بس. ممكن 10 جرام تكون خميرة، او 10 جرام تبقى متقسمة 5 خميرة و5 بيكنج باودر. انا ما خمرتش، انا اشتغلت على طول، لان بقول لكم العجينة كانت بتخمر بسرعة. هقطع العجينة دي لحوالي 5 قطع، وممكن كمان اكتر، بدل 5 ممكن تخليهم 10. 5 قطع كده، وهلفهم زي ما انتوا شايفين. هعمل 2 سادة من غير عجوة، وهعمل الباقي بالعجوة. وطبعا يرجع لك حابة تعمليه بالعجوة كله او سادة كله زي ما تحبي. هنا اللي بالعجوة هاخد قطعة العجين وافردها، واعمل العجوة رول وافردها على العجينة، وهعملها رول برضو بالشكل ده زي السادة برضو، بس خدي بالك ان يعني تغلفي كويس عشان العجوة ما تبانش. وعلشان تخلي العجوة طرية، حطيها في طاسة على النار معاها 2 معلقة مية ومعلقة سمنة، وغطي عليها وحطها على نار هادية خالص، او دخليها مايكرويف او الفرن لغاية لما تلاقيها لانت خالص، علشان ما تقطعش العجين معاكي وتبقى سهلة في الفرد. كده هنخلص الرولات كلها، وبعدين نبدأ نشتغل. العجينة هنا كبيرة، يعني القطع لوحدها كبيرة، ممكن انت تقسميها نصين، وانا برضو هقسمها وانا بشتغل علشان خاطر تبان قوي في الفيديو. هنا هريح العجينة شوية صغيرين، مش كتير برضو، يعني 5 دقايق لغاية لما تلاقيها بتفرد معاكي بسهولة، لان انت لو ما ريحتهاش وانت بتفردي هتلاقيها تقطع منك، فهتضايقك في الشغل. فعلشان ما تقطعش منك وتكون مرتاحة قوي، خليها 5 دقايق كده لو الجو حر، لو احتاجت اكتر يبقى سيبيها شوية زيادة. هنا قطعتها او قسمتها نصين، ممكن تقطعها من الاول، انا هقطعتها دلوقتي علشان بس تبان كلها وانا بقطعها. الموضوع كله سهل جدا وبسيط، وما بياخدش كمان منك وقت. تقدري تستخدمي حاجات اقتصادية قوي، يعني ممكن تستخدمي زي ما قلتلك خليط من السمنة وزيت نص ونص، ممكن تستخدمي سمنة بس لو عندك، كمان ممكن تستخدمي المية بديل للحليب، او تستخدمي الاتنين مع بعض نص ونص، او تستخدمي مية وتحط مثلا 2 معلقة قشطة، اي حاجة، او مية بس. يعني ممكن كمان تستغنى عن السمسم، كل حاجة متاحة، يعني تقدري تغيري في المكونات علشان تسهلي على نفسك او علشان تقتصدي قوي. هنيجي بقى للفرد والتقطيع. الفرد سهل جدا بايديكي، لان العجينة مرتاحة فهتتفرد معاكي بسهولة، وكمان العجوة اللي جوه لينة، فمش هتضايق خالص ولا هتقطع العجينة. كمان همشي عليها بالنشابة علشان يكون السمك واحد، يعني ما تبقاش واحدة سميكة عن واحدة او واحدة رفيعة عن واحدة. وهنحاول بقى ان احنا نقطعها طبعا بالطول اللي انت عايزاه والعرض اللي انت عايزاه، يعني انت ممكن تفرد اكتر من كده، تعرضي اكتر من كده، بحيث يبقى القراقيش يعني طويلة. انا هنا عاملاها القراقيش عريضة شوية، يعني تقدري تعملي كده وتعملي كده. العجوة عاملة منها 2، عاملة منها عريض وعاملة منها رفيع، اما اللي هي السادة عاملها كلها رفيعة. هنعمل بقى التانية علشان نكمل بيها الصاج بتاعنا او الصينية بتاعتنا. وطبعا المفروض ان احنا هنسيبه يخمر، بس ما تسيبوش يخمر زياده عن اللزوم. اول ما تلاقوه رافع كده هتشغلي الفرن،
والفرن هنا هيبقى على 220 درجة، وهنقول الفرق ما بين الحرارة اللي هنستخدمها للعجوة اللي هي القراقيش بالعجوة والقراقيش السادة، كل واحدة فيهم أو كل نوع منهم بيحتاج درجة حرارة مختلفة عن التاني. هنكمل الصاج ونسيبه بقى على جنب، وبعدين نكمل بقية العجينة اللي معانا. احنا لسه معانا واحدة بالعجوة هنعملها برضو ونحطها في صاج تاني. كمان القراقيش السادة ده طبعا انا سبت العجينة على بعضها، ما قطعتهاش بالنص زي العجوة، عادي ما تفرقش، بس طالما انتوا شفتوا الطريقة اللي فاتت وشفتوا العجينة كلها فمش مشكلة. هنا هنا بقى انا هعرض شوية علشان خاطر يعني تبقى القراقيش اللي هي سادة تبقى طويلة شوية، هعملها رفيعة وهعملها طويلة زي ما انتوا شايفين. طبعا اسهل تقطيع هيكون بالقطعة بتاعت البيتا، وممكن بالسكينة برضو بس هي اسهل وسريعة. هنا قطعت العجينة الطويلة او الحبل الطويل، قطعته نصين، ديكي تعملي دي وديكي تعملي دي حسب سطح العمل. وهنيجي بقى نتكلم عن طريقة التسوية. القراقيش اللي بالعجوة محتاجة درجة حرارة عالية علشان انا مش عايزاها تقعد كتير في الفرن، لان لو قعدت كتير في الفرن او زيادة عن اللزوم العجوة اللي جوه هتنشف قوي، فهي 220 درجة لغاية لما تلاقي اخدت لون من تحت، هتشغل لها الشواية من فوق وتفضل تلف الصاج لغاية لما تاخد اللون ده. اما القراقيش السادة بقى هتبقى على درجة حرارة اقل شوية، هتبقى مثلا 170 180، اللي هي بالعجوة ممكن 200 220 على حسب حرارة الفرن او نار الفرن. القراقيش السادة هتبقى على 170 يعني 180 لو كانت حرارة الفرن عندك مش عالية. طلع حلوة زي ما انتوا شايفين، طلع كمان القراقيش السادة طلع مقرمشة خالص، التانية العجوة بتاعتها طرية ما نشفتش تماما مني، وكمان بتفري كده يعني مقرمشة وبتفري في نفس الوقت. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكو، ولو عجبتكو بقى ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا جرس التنبيه، واستنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية لباقي مخبوزات الافران هنعملها برضو، هنعمل بقسماط وهنعمل الباتي وهنعمل كرواسو وهنعمل كل حاجة تنفع للمدارس بإذن الله. ما تنسوش تحفظوا اي مخبوزات في اي علب عندك، علب بلاستيك او اي علب مغلقة، علشان تفضل مقرمشة زي ما هي.